يقول علي رأيت لسان والدي كالخشب اليابس فعلمت بأن والدي أشد ظمأ مني. قلت في أمان الله بعد يوم خلاص عرفت القضية. فأراد أن ينقلب إلى وين رايح يا ولدي؟ أمك لها عليك حق، مودعتها من شوية. قال لا الآن أغشي عليها يا ولدي، روح لها يا عيوني تتسلى بشوفتك، روح لها يا ابني وسلم على عمتك. اجى الولد الى الام الحنونة، ها الام يلا يا امي خلنا نشوف الام شنو عندها. اجى وضع رأسها في حجره، ما قعدت الام، شنو يقول لها؟ يقول يما محلى الوالدة لحضنة ولدها. حضنيني يما محلى الوالدة لحضنت ولدها. يقولون الولد قطعة من جبده. بكى وسالت دموعها على خدونها. قعدت ليلى وايدة تشوف الولد، هو يقول محلى الوالدة. اسمعوها شو تقول الام. قالت دلالة دلالة محلى الولد محلى دلالة، هلا هلا باللي يشبه رسول الله بجماله. هذا انتو تبكون بعد ما نقرا المصرع، الله يعيننا وياكم. أخافا بعد ساعة أشوفه بقرب الموسد رمال. وإذا الحسين يصيح أمام المعين، قام الولد يعرف نداء الإمام المعصوم. وين رايح يا ولدي؟ ما تسمعين حجة الله يصيح أمام المعين؟ لا يا ولدي أني أم شوي. لا الأب أولى حجة الله. قالت زين ما يضرك، طف علي سبعة كما يطاف على الكعبة، أريد أتودع من مشية الشبان. جرد السيف بإيدك يا عيوني، أنا وين أشوفك بعد هاليوم؟ تخيلوا الولد يطوف على أمه وتعرف هالولد ما راح يعود. ها شباب أريد ألم قلوبكم زيادة. صار يطوف وكل ما طاف شوط فتحت باحة وضمته إلى صدري. يطوف الشوط الثاني وتحضنه، وكل شوط يروح قربت النهاية، انتهت السبعة أشواط. وإذا هي شابكة على الولد تقبله تشمه. الحسين يصيح أمام الناصر، ما في أمان الله خلاص. يطلع الولد، وهكذا أولادكم إذا راحوا الرياض أو راحوا مسافرين شلون عين الأم والأبو؟ لآخر لحظة على الباب تلاحقه. والله ما دام الأم ما مشغولة والولد يطلع عيونها تلاحق لآخر دقيقة. هذا سالم بيروح بيجي سالم، وهو طالع لف. أفصل أنا شوية، شاف الأم عيونها ولا سولت لأمها الشكل، تعال حضنة ثانية أريد. يمكن ما تسمعوها من الخطباء، أنا شوية أفصل زيادة، تعال أريد حضنة ثانية. يجي لها تحضنها، تقول له ولدي أريد منك أمر تسويه. حاضر يما شو تريدي؟ قالت بالله عليك بحق جدك رسول الله آخر مرة أسمع، أريد أسمع منك تقول يما. يا يما عيني عليكم باردة يا إخواني، بس أريد أسمع هالكلمة وروح خلاص، ما راح اسمعها بعد هاليوم. الله يعطيني قوة أقولها، الله بيعطيني قوة بقولها مثل ما يريدها الحسين وتريدها ليلى. يما يا
يوم قال هالشكل وإذا هي فتحة بحر مرة ثانية تصيح يا ناس محلى الولد لا صاح يا ما والله يم يما يا يما الأم تعاينة تحبه والضم والله الأم تعاينة تحبه والضم تقبل وجنته الضم وتشمه روح 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 لا تنسى تقبل أمك الزهرة وتسلم عليها نيابة عني. إجت سكينة ورقية شوية شوية شباب باقي عندي كده 5-7 دقائق سكينة ورقية ثنتينهم وكل واحدة جاية أخوي علي شبكوا على الأخ بليدين وكل واحدة تجر حسرة أنا أريد أسكت 5 دقيقة والله إذا ما نعطي هذا البيت حقه يمكن صاحب الزمان يزعل علينا شي يقولوا رقية وسكينة أريدكم تتأملون شبكوا على الأخ بليدين وكل واحدة تجر حسرة من بعدك يودينا القبر فاطمة الزغرة هو اللي يوديهم علي خوات الأم الزهراء يا هلي يودينا القبر فاطمة الزهرة وايش نقول اذا سألت عنك بالقبر بكرة وين اللي يشبه المختار وين اللي ما ضر رزقهم اولاد موجودين يدعو بهالبيت هذا ها من عندي هدية رقية تقول بالزغرة أحلفك خوي لا ترحل ماني قضيت العمر وياك وبعدك عمري ما يكمل لا غبت ساعة عن عيني أصيحا وين المدلة عاد سكينة يلا اختصر وسكينة تقول خوي أني المختار ما شفته بس انت الشبه منه أني المختار ما شفته بس انت الشبه منه ابونا يقول مثل احمد علي صورة اصل منه اخايا يا فن يا بعد اغلي اشوف انك يا بعد اغلي بدمك محنة يا اخوي يا اخو المصيبة وين كل واحدة تضمه وتشمه اجى الحسين خلصه من عندهم يقول صان الحسين يعصر الأكبر والأكبر يعصر الحسين هذا يعصر وهذا يعصر هذا يعصر وهذا يعصر وسقطوا اثنينهم على الأرض صاح الزينب وحسين 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 يلا المسرح يلا يلا ايه هالزفرة ليه ما ندخرها باقي ليلة باقي ليلة وليلة الجاي الله يعطينا القوة وياكم من اجل المصرع ها عظم الله اجوركم ودعه الحسين قال دعنا فانه ممسوس في ذات الله برز علي الى المعركة تزاحفت عليه الالوف والرايات دخل في اوساطهم
خرج من أراضهم فرش الأرض بالقتلى. اسألوني إخواني رجال، اسألوني اسألونا، وين الحسين الآن واقف على نشز من الأرض؟ وين الحسين؟ اسمع الرواية يقول: صار الحسين يدخل في خيمة ويخرج من خيمة، يدخل في خيمة يطلع من خيمة، يدخل في أخرى يطلع في أخرى، انفجعت قلوب العلويات. صحنا حسين أفجعتنا يا أبا عبد الله. ليش هالشكل يسوي؟ ما يريد يسمع علي يصيح اتركني يا أبتي، ما يريد يشوف السيف يقع على رأسه. بينما علي كذلك، وإذا منقذ ابن مر العبدي يقول: علي آثام العرب، لئن مر بهذا الغلام يصنع بالقوم هكذا لأفجعن قلب الحسين في ولده. عظم الله أجوركم، أحسن الله لكم العزاء يا أرباب العزاء. وصل الأكبر عنده رفع السيف عاليا. عاليا عاليا وهو مشغول بالقتال، فهوى بالسيف على رأسه. شق هامة غون الصين، انحنى على كربوس الجواد، راجيا من الجواد أن يعيده إلى الحسين. فسالت دماؤه على عيني الجواد، توسط به المعركة. هذا يقطع بسيفه وريد، وهذا بالخناجر فالصليب، وهذا اليغط من سيف الحديد. بخاصرته وهو يعالج ويفغر، وصلت روحه التراقي، رمى بنفسه على الأرض. صاحب حسين عليك مني السلام. وصل الحسين إلى ومن وصل، وإذا الولد مخضبا بدماء مقطع، رمى بنفسه من على الفرس على الولد. الله يعينه الله يعينه. يا ابني يا ابني يا أخو الطبر، هامتك بالسيف نصين. يا ابني قل لي قل لي صواب اليوجعك، والله يوجعك وين لازم اشيل النكل الصياوي. واحد من المسؤولين في العتبة الحسينية جودني من ايدي زحمة، يقول لي: ابغاك شنو تبغاني؟ قال: عندي حاجة. وين بتوديني؟ قال: داخل عند الحسين. وين؟ قال: ابغاك اروح وياك عند رجل الحسين، اقرأ لي على علي الاكبر، انا عندي حاجة ابغاها تقضى. زحمة. قال: لا تعال انا اوديك. مسؤول هو وداني، جلسني عند رجل الحسين برا يعني السباج. قلت له: ما دام جبتني هنا بقرأ لك بيت كسر قلب الحسين، لان الحسين شاف ابن نصار بعالم الرؤيا يقول له: يا ابن نصار كسرت قلبي على ولدي. وقريت له هذا البيت عند رجل الحسين، قام يلطم على راسه هكذا: يا ابني من سمع يم ونين أمك، ومن غمضتنا عند الموت عينك. يا ابني للعشرين ما وصلت
سنين عياك وحاتفني عليك الدهر لك شاور. حط العباية، قال شيلوا ولدي، شالوا العباس وفلان حطوا على صدري، حطوا على صدره. اجا الى الخيمة، يوم وصل قال لهم اوقفوا بس دقيقة اعطي الام، روحوا انتوا ارجعوا. ودخل الخيمة بالولد، واذا النساء جالسات شوية، خلى الولد بركن ما حد دخل من النساء. زينب شوية تنظر وتروح، شافها الحسين. زينب نعم يا اخي، ليش ما تجون تبجون ويا على ولدي، مو عزيز عليكم الولد؟ قالت يا اخي النساء واقفات لكن ما يقدروا يدخلن وانت موجود، هيبتك قوم اطلع نوريك، قوم اطلع نوريك. قال لا خلهم يدخلن، هم يبجون وانا ابجي على ولدي. دخلت الام، يوم قال لهم الحسين تعالوا، اشرت زينب واذا مرأة جاية تركب. اجت شايطة شايطة وحضنت ولدها، ولدها مات الا من ولد قطعة من جبده، والله مات الا من ولد قطعة من جبده. الحسين احترام راح جلس في ركن الزاوية، واسألكم الدعاء بيت الختام الرادود يتفضل. هناك جالس يبكي، حات راس رفعت راسها ليلى، صاحت زينب نعم ليلى، وين اخوتي الحسين الولد مو عزيز عليه؟ وين؟ قالت ليلى اكو قاعد هناك بالخيمة. رفعت راسها قالت ابا عبد الله مولاي، ليش انت هناك جالس؟ تعال ابكي وياي على ولدي. قالها ولدنا يا ولدنا انا ما اقدر اتقرب، ولدنا يا ترى بسهام الدهر طقنا، ولدنا يا ليلى راح من عدنا، والله يا ليلى يا ليلى راح من عدنا ولدنا. ولدنا انا وياك خلنا نصب عزيز، والله انا وياك خلنا نصب